بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, in the name of the Almighty Merciful God, today you are going to deal with the first chapter. الفيرست chapter بتكلمنا عن الساينس. What I mean by science? Science as a concept is an organized knowledge. بس كده. يبقى هنا حتى الفلسفة وعلم النفس والقانون ده يعتبر ساينس، لأنه عبارة عن organized information. طيب هو science ليه branches؟ science ليه branches: chemistry, physics, biology, earth science, astronomy اللي هو علم الفلك. طيب قدامنا هنا هو مجموعة من البرانشز للكيمستري، لكن هنا هو الكيمستري، فيزيكس، بيولوجي، ايرث ساينس، استرونومي. الايرث ساينس اللي هو بيسموه جيولوجي. طبعا دي كويتشنز بتوضح لنا يعني البرانشز. طب الكيمستري، الكيمستري ده برانش اوف ساينس، بس انا عشان اقول انا بتكلم عن الكيمستري يبقى لازم الاقي في السنتنس اللي بتكلم عنها او بقراها كلمة reaction, structure of atom, atomic structure, molecular structure. يعني بيدور كلام في السنتنس او الستيتمنت عن المعنى ده. لما يجي لي يقول لي importance of chemistry، ايه اهمية الكيمستري؟ اهميتها ايه؟ اولا عندي studying atomic and molecular structure، وانا بدرس الاتوميك ستراكشر ليه؟ التركيب بتاع الاتوم ليه بدرسه؟ عشان اعمل اناليتيكال كيمستري، اعمل كوانتيتيف اند كواليتيف اناليسيز. ايه الكواليتيف وايه الكوانتيتيف؟ كواليتيف يعني لو انا عندي باكس، صندوق فيه اورنج، جاست ان انا اوبن الباكس ده وعرفت ان فيه اورنج او عرفت ان فيه ووتر ميلون، ده كواليتيف. لكن لو عرفت كام سيد جوه الووتر ميلون، كام بذره في البطيخه، وعرفت هي حمراء ولا قرع، عرفت كام كيلو جرام، يبقى ده اسمه كوانتيتيف اناليسيز. يعني التفاصيل كوانتيتيف، الريشيو، التايب اوف كومبوننتس، البيرسنت بتاعت كل كومبوننت بالنسبه لبقيه الكومبوننتس، ده يعتبر كوانتيتيف اناليسيز. لكن كواليتيتيف انا جاست عرفت السولت اسمه ايه، صوديوم كلورايد، صوديوم بيكربونات، لكن قد ايه صوديوم، قد ايه كربون، قد ايه اكسجين، ده اسمه كوانتيتيف اناليسيز. طيب understanding and controlling chemical reaction، انا لو مش عارف كيمستري، من اهميه الكيمستري ان بتعمل لي ابقى فاهم، بس اعمل controlling للرياكشن، اعمل increase للسبيد، decrease speed، لان كل سبيد بتديني برودكت معين. obtaining benefit product، يعني انا حصولي على نواتج مفيده كيمستري. الدايس كلها، الاسباغ، الميديسنز، الادويه، كلها عباره عن كيمستري، واعتقد كلنا مش هنختلف على البينيفيتس بتاعت الميديسنز. التريتنج، معالجه الانفايرمنتال بروبلم، يعني عندي الاير بوليوشن، الفود بوليوشن، السويل بوليوشن، كل ده بوليوشن اعالجها بالكيمستري، ان انا اصنع الانسكتسايدز، البيستسايدز، الحاجات دي كلها. طيب البرانشز اوف كيمستري، عندي فيزيكال كيمستري، بايو كيمستري، اورجانيك كيمستري، الكتريك كيمستري، اناليتيكال كيمستري، كل دي انواع من افرع الكيمستري. طيب هنا بيقول لي ان الكيمستري هيلب اس ان باست، في الباست كان الفاروس او الفراعنه بيستخدموا الكيمستري في عمل الماميفاينج او التحنيط، عمليه الماميفاينج ديت كيمستري، وبرده في الميتال مايننج اللي هو تعدين المعادن، يعني استخلاص الميتال من الاورز بتاعته، من خاماته، وحصول على الميتال بيور، ده يعتبر كيمستري، وده بناخده في ثالثه ثانوي في يونت 1 او شابتر 1 ليسون 3 و4. طيب البرودكشن اوف كلرز، والميديسنز، الادويه، والتانينج، الدباغه، ازاي احول سكين بتاع انيمال احوله ليزر او بيلت، حزام او شوز، ده عشان احول الجلد ده لسكين لليزر مثلا، ده محتاج تانينج، دباغه. داينج اوف كلوزز. بعد كده البايو كيمستري، هو البيولوجي لما يعمل انتجريشن مع الكيمستري بيدي برانش اسمه بايو كيمستري. البايو كيمستري ده برانش من الكيمستري ديلز ويز الاستراكشر اوف سيلز والرياكشن اوف اسيدز، رياكشن اوف فود، رياكشن البيرنينج، هاو ذا دايجستد فود بيرن ان بريزنس اوف اوكسجين انسايد اور بودي سيلز.
الفوتوسينس بروسيس هاو ذا اوكسجين بروديوس ثرو فوتوسينس بروسيس. طب ما ده يعتبر ايه؟ يعتبر بايو كيمستري. الفيزيكال كيمستري ده عباره عن برانش من الكيمستري ستادي ذا ستراكشر اند بروبرتيز اوف ماتر. وعندي الكيمستري اند اجريكلتشر، كلنا عارفين انا ايه هدفي في الاجريكلتشر، ان انا اعمل بروفنج للكروبس، احسن المحاصيل. طب عشان احسن من الكروب محتاج ايه؟ محتاج بيستسايدز وانسكتسايدز فيرتلايزرز. طب ما دي كلها برودكتس عن طريق الكيمستري. والكيميكال او الكيمستري والفيوتشر هنا علشان احصل على اكسترا اوردينري بروبرتيز يونيك بروبرتيز. طب ما ده عن طريق النانو كيمستري، طب ما ده برانش من برانشز الكيمستري. هنا بقى نوصل للميجرمنت تولز. بقى اولا عشان نتكلم عن الميجرمنت تولز ابنائي الاعزاء لازم افهم معنى كلمه ميجرمنت. ميجرمنت يعني بعمل كومبارزون ما بين تو بوديز او تو كوانتيتيز، وان اوف ذيم انون. يعني مثلا اللينس بتاع الجلاسز دي، النضاره دي، عايز اعرف اللينس بتاعها. اللينس اوف ذيس جلاسز يعتبر انون، مجهول. طيب وات ويل هابن، خلاص لو انا عملت كومبارزون ما بين الانون كوانتيتي دي اللي هو اللينس بتاع الجلاسز وما بين ميجر رولر، ميجرنج رولر، لو عملت كومبارزون هنا هقدر اعرف ان الانون كوانتيتي هاو ماني تايمز كونتين النون كوانتيتي، عدد مرات النون كوانتيتي قد ايه في الانون كوانتيتي. هو ده الكومبارزون، هو ده الميجرمنت. يبقى الميجرمنت عباره عن ايه؟ عباره عن كومبارزون بتوين النون كوانتيتي لينس او ماس او فوليوم. يعني انا بعمل كومبارزون ما بين كوانتيتي انا مش عارفها النون كوانتيتي مع نون كوانتيتي، سواء اذا كان بقى بالانس، سواء كان بيكر، سواء كان بيوريت، سواء كان بيبيت، سواء كان رولر، سواء كان ميجرنج تيب. المهم ان انا عندي كوانتيتي نون، يبقى بعمل كومبارزون ما بين النون كوانتيتي ونون كوانتيتي. ليه؟ تو نو هاو ماني، هاو ماني تايمز ذا فيرست كونتين ذا سكند. الفيرست دي مين؟ دي النون كوانتيتي، والسكند دي مين؟ النون كوانتيتي. ده معنى الميجرمنت عموما. طيب لما اجي هنا اهوت واقول والله طبعا ده كويتشن، اي كويتشن يا جماعه بنجيبه ده عشان خاطر ان احنا نحاول نحله. طب انا بعد ما اعمل ميجرمنت محتاج ايه عشان اعبر عن الميجرمنت؟ تو فاليوز. اولا انا محتاج نموريكال فاليو، قيمه عدديه. انا بقول والله اللينس ده كام، بروح ناطق فاليو 15. بس ايه 15 واسكت ولا المفروض اكمل؟ المفروض اكمل اقول 15 سنتيمتر، 15 جرام، 15 كيلو جرام، 15 فولت، 15 امبير، 15 نيوتن، 15 ايه. فلازم في ميجرمنت يونت، ولازم يكون في ماتشنج، في سيميلاريتي، في من نفس النوع، ذا سيم كايند، لازم من نفس النوع. مش هجيب يونت مش ماشيه مع الكوانتيتي اللي انا بتكلم عنها. يبقى انا عندي هنا اهوت النمريكال فاليو والميجرمنت يونت. طيب ايه الامبورتنس للكيميكال تولز اللي عندي؟ طبعا واضح قدامكم الامبورتنس، ودي بتيجي في الكونسبت شيت. طيب الفيرست تول في الكيميكال تولز هنا السنسيتيف بالانس. واضح قوي ان السنسيتيف بالانس ده يوزد فور ميجرنج الماس، سمول ماسز، سمول ماسز للكيميكالز للجولد سيلفر اند سو اون. طيب عندي السكند اللي هي البيوريت. البيوريت از يو نو دلوقتي او زي از يو سي، البيوريت اللي قدام حضراتكم ديت اللي هي بالشكل اللي قدامنا عباره عن لونج تيوب، مش هتكون من البايركس. يعني انا في السنتنس قريت كلمه بايركس بستبعد ان يكون بيتكلم عن البيوريت ولا البيبيت. يعني ما هو بيقول ما بيقولش بايركس. طيب يبقى هنا مش بايركس، خلاص لونج تيوب هاز تو اوبننج. بس الجرادويشن بقى منين؟ يعني الريدنجز تبدا منين؟ هل من التوب ولا من البوتوب؟ طبعا من التوب. طب في طريقه كده تعرفني ازاي افتكر؟ في طريقتين. طريقه ان انا بتخيل استخدامها، فبعمل ديسشارج ليها، بفتح التاب فبينزل الليكويد اسيد او بيز، اسيد او الكالي بينزل. طيب النزول ده معناه ان بيسيب فراغ فوق، يبقى انا بقرا من فوق لتحت انا خدت قد ايه. يبقى دي طريقه. الطريقه الثانيه بقى اي حاجه ليها اتنين اوبننجز، المكان اللي بيحصل منه سبيلينج او بيحصل منه بورينج، الناحيه الثانيه هي البدايه. يعني انا بعمل بورينج صب هنا، يبقى بعمل فيلينج من الناحيه الثانيه. الناحيه اللي بعمل منها فيلينج هي دي كده. طيب
يبقى البداية من فوق. وطبعا هنا البيوريت فيكس ان ميتاليك بيز، وطبعا بتستخدم في حاجة اسمها تايتريشن، يعني بقدر رئيس الفوليوم لسابيسنس محتاج اعرف لها الكونسنتريشن بتاعها. ده معنى التايتريشن. ده السؤال بتاعنا. ونيجي بعد كده أبناء الأعزاء للبيكر. طيب لو أنا جينا أتكلم عن البيكر، البيكر قدام حضراتكم اللي قدامنا ده، البيكر made of بايركس، made من البايركس. يبقى البايركس هنا لما أقراها على طول تفكيري يجي في حاجتين، البيكرز والفلاسكس، يعني الاتنين بستخدم عليهم النار، ممكن أحطهم exposed to flame. البيكر هنا بيستخدم في transport liquids، وطبعا كلهم ميجرمنت فوليوم. بس هنا المشكله عند البيكرز هاف ديفرنت كاباسيتيز، وكمان هنا ليميتد وما عندهوش السبيسيفيك او الليميتد جرادويشن. يعني انا عندي مثلا بيكر في فوليوم واحد مكتوب 200 ملي لتر مثلا، خلاص. واحد تاني فيه اتنين فاليوز 200 250، واحد تاني 100 150 200 250. طب ما بين التو ريدنجز ما اقدرش احدد، اذا ده مش اكوريتلي، مش اكوريت، مش دقيق. يبقى البيكرز مش اكوريت. لو انا قريت في السنتنس بتاعتي كلمه اكوريت ما اخدش ده، ما اخدش البيكر، ما اختارش كلمه بيكر في التشويزز بتاعتي، تمام. يبقى لو قلت بايركس دماغي تيجي في البيكر والفلاسكس. طب لو ما قالش اكوريت يبقى مش ده، تمام. الاكوريت عندي جرادويتد سيلندر مثلا والبيوريت اكوريت، بس يقول لي تايتريشن. يبقى في كلمات لو جات لي في السنتنس اعرف اختار، ما هو لازم اعرف هختار ايه، هي دي طريقه الايه المذاكره. طيب يبقى هو بيعمل ترانسبورت طبعا اكيد ميجر فوليوم، وبعدين بيعمل ميكس للليكويد، يعني ممكن اجيب تو ليكويدز مثلا واعمل لهم ميكس مع بعض. هنا الجرادويتد سلندر بقى دي اكوريت بقى، بس هي مش بايركس، ممكن من البلاستيك، ممكن من الجلاس العادي، لكن هي اكوريت. ليه؟ لان فيها ملي لتر. وهنا في حابب اقول حاجه، الملي لتر ايكوال كيوبيك سنتيمتر، الملي لتر ايكوال كيوبيك سنتيمتر، تمام. هنا برضو هولدنج ليكويدز، يعني اقدر ان انا اجيب ليكويدز فيه، ترانسبورت برضو زي التاني، وميجرمنت. ما كلهم ميجرمنت على فكره، مش اسمها ميجرمنت تولز، يعني انت يوم ما تفكر كلهم ميجرمنت، بس في اكوريت وفي نوت اكوريت، بس في ديفرنت كاباسيتيز وفي ليميتد كاباسيتيز، بس كلهم ميجرمنت، عشان بس ايه ما نفكرش كتير فيها. بيضاف على الميجر بقى ميكسينج، ترانسبورت، تايتريشن، بريباريشن، ديستيليشن، دي الحاجات اللي تبقى اكسس عايز اعرفها. برضو ده كويتشن عليه. نيجي للفلاسكس. الفلاسكس ادنى الاعزاء 3 تايبس اوف فلاسكس. في عند الراوند فلاسك، وده بريباريشن، بريباريشن اند ديستيليشن. في عند الكونيكال فلاسك، ودوت تايتريشن مع البيوريت، تمام. وفي عندي الفولومتريك بقى، هاز لونج نيك، عنق طويله قوي، والبادي بتاعه صغير، وبرده فلاسك كونيكال فلاسك صغير كده. ده فيري اكوريت كونسنتريشن سوليوشن. يبقى هو ده لو جالي الجمله دي كده اقول دي. تعالوا نشوف مع بعض كده. اول فلاسك عندي طبعا هو بيتكلم ان جنرال دي كونتيننس بايركس، احنا قلنا بايركس دماغي ديك هنا وفي البيكرز. طبعا بريبيرنج substance preserving، بس تعالوا نتكلم عن الكونيكال فلاسك بايركس تايتريشن، الراوند فلاسك بايركس ديستيليشن اند بريباريشن. انا سامع الطالب عايز يقول يعني ايه ديستيليشن يعني ايه بريباريشن؟ بريباريشن تحضير اكسجين نيتروجين واتيفر يعني. لكن ديستيليشن لما يكون عندي اكتر من ليكويد ميكسد مع بعض، ميكشر بين اكثر من ليكويد، وطبعا كل ليكويد عنده السبيسيفيك بويلنج بوينت، فاكوردنج تو الديفرنت ان بويلنج بوينتس I can differentiate and I can separate liquids كلها عن بعض. فاللي عنده lowest boiling point evaporate first، فأعمل له condensation، second أعمل له condensation، third and so on، وبالتالي أحصل على separation للdifferent liquids اللي مكونين mixture. ده اسمه distillation، تقطير، اللي هو فصل الليكويدز عن بعضها عن طريق boiling point. ادي تعريف الديستيليشن بروسيس. الفولومتريك فلاسك زي ما انتم شايفين قدامنا اهو، لونج نيك اهي، تمام، ويبقى عنده برضو كونسنتريشن حاجه واحده، يعني عنده رقم واحد ما زدش وما قلش عنه، مش هعرف اقيس.
طبعا هنا بريباريشن للسوليوشن والسيرتين كونسنتريشن اكوريتلي. تمام. وعندنا بقى البيبت. بيبت هنا دي الاشكال بتاعتها وفي اشكال تانية. يهمني تعرف حاجه مهمه جدا، لما البيبت دي بتعمل عن طريق السوكينج بتاخد ديفينيت فوليوم ليميتد سمول فوليوم من الليكويد اسيد او بيز. طيب لما بتاخد اسيد مثلا بيبقى الاسيد ممكن يكون سترونج، ممكن يكون هاز هاي كونسنتريشن. ده لو انا بخطا مني وصل لللونجز بتاعتي ممكن يعمل بيرنينج او ريت لللونجز بتاعتي. طب اعمل ايه؟ في بابل او بالب بيبقى موجوده في البيبت بالب وممكن تو بالبس. فلو قال لك في الامتحان في السنتنس قبل الشويسز كلمه تو بالبس اختار سترونج. لو كتب لي سترونج اسيد او سترونج الكالي اختار تو بابلز تو بالبس. طيب طبعا ترانسبورت وميجر فوليومز برضو عندي هنا اسئله برضو بجاوبها، ارجع لها تاني عشان ناخدها ونشوفها. عندي البي اتش بقى. البي اتش ابنائي الاعزاء دي عباره عن يعني تطور للليتمس بيبر. احنا قلنا الليتمس بيبر دي عباره عن انديكيتور تيل اس اباوت ان السبستنس ديت الكالي ولا اسيد. فالاسيد الليتمس سوليوشن اللي هو موجود في الليتمس بيبر بيبقى ريد في حاله امرزت في الاسيد، او بيبقى بلو لو امرزت ات في الكالي. طيب لكن ما بيدينيش قد ايه هو اسيد وقد ايه هو الكالي، الاسترنس بتاعت الاسيد والاسترنس بتاعت الالكالي. طيب وات ويل هابن او وات ويل اي دو، ايه اللي هيحصل او انا اعمل ايه؟ في حاجه اسمها البي اتش دي عباره عن اما ميجرمنت تول او ميتر. دي بتدي لي رقم ديجيت او نمبر للقيمه بتاعت البي اتش، قد ايه هو اسيد قد ايه هو الكالي، الاسترنس بتاعت الاسيد والاسترنس بتاعت الالكالي. فهو ميجرمنت سكيل من 0 ل 14، من 0 ل 6.9 يعني ليس ذان 7 بسنه ده اسيد، ال 7 ده نيوترال، من مور ذان 7 7.1 كده ده الكالي خلاص، لغايه 14 ده الكالي. يبقى الاسيد من 0 لغايه ليس ذان 7 ب 0.1 مثلا يعني 6.9 مش لغايه 7، لغايه ليس ذان 7 ده يعتبر مين؟ يعتبر اسيد. من مور ذان 7 يعني 7.1 وانا طالع كده يا ممكن 7.01 يبقى ده الكالي لغايه 14. هنا الاسيد بيقل من 0 ل 7 والالكالي بتزيد من 7 ل 14. دي فكره البي اتش. وزي ما واضح قدامكم لو عندي 5 يبقى اسيد، 8 يبقى الكالي، 7 يبقى نيوترال. وادي البي اتش اهيت بتوضح لنا الجاستريك اسيد بيبقى واضح قوي ان هو اسيد قوي عشان يعمل دايجيشن للفود. عندك الليمون جوس اقل شويه في الاسيديتي بس برضو اسيد. عندك الابل جوس اقل من الليمون جوس في الاسيديتي. التوميتو جوس الاسيديتي بتاعته اقل شويه. انا كل ما بوصل للسنتر الاسيديتي بتقل. هنا البلاك كافي اسيد. الميلك على فكره اسيد، ده اللي بيديني لاكتيك اسيد. البيور ووتر ده نيوترال بقى، نيوترال. بعد كده نبدا بقى ندخل في الالكالي. الايج تعتبر الكالي بس ضعيف. يعتبر البيكنج باودر الكالي اقوى شويه. الهاند سوب الصابون السائل دوت الكالي اقوى شويه. الامونيا سوليوشن. البليشز المبيض، الحاجات اللي بتبيض زي الكلور كده بيبقى اكثر الكالاين. وبعدين عندنا الاقوى بقى السوليوشنز اللي هي منظفات الصناعيه والالكالز القويه، كل تبقى قويه جدا. دي الكوتشنز. لو جينا بقى لشابتر 2 في النانو تكنولوجي، هنا النانو تكنولوجي دي عباره عن الانفورميشن واستخدام الانفورميشن في حياتنا. طيب النانو تكنولوجي عباره عن برانش من الساينس ستادي ماتر ات نانو سكيل. ايه هو النانو سكيل ده يا جماعه؟ ده عباره عن جرادويشن من 1 ل 100 نانومتر. ايه النانومتر ده؟ سبوز ان احنا عندنا متر، فالمتر عباره عن 1000 مليمتر. تمام؟ تمام. لو المليمتر ده ديفايد ات انتو مليون بارتس، لو مليمتر قسمناه لمليون بارتس تمام؟ هيبقى عندي البارت الواحد من الملي ده
عبارة عن ايه؟ 1 اوفر مليون، تمام؟ يعني 10 باور نيجاتيف 6 من الملي. طب لو من المتر يبقى 10 باور نيجاتيف 9 من المتر. هي دي فكرة 10 نيجاتيف 9 دي. يبقى انا عندي ايه؟ عندي نانو واحدة. طب لو 2 3 لغاية 100، يبقى من 1 لغاية 100 ده احنا بنتكلم على فوليوم او بنتكلم على نانو، خلاص؟ بايه؟ بحاجة حجمها ما اقدرش اشوفها لا بعينيا ولا بالمايكروسكوب ولا بالالكترونيك مايكروسكوب، تمام؟ وده بيوضح الكلام ده. النانو سكيل احنا قلنا من 1 ل 100 ده شكل مايكرو لاتس خلية، وده طبعا معدن خفيف جدا تمت صناعته حتى الآن، وده واضح قوي التكوين بتاعه هنا هوت كده. هنتكلم عن الجولد بقى. الجولد لو اتحول لنانو، تمام، بيبقى الجولد كلر بيتغير. هو الكلر انا بشوف الكلرز ازاي؟ نتيجة رياكشن ما بين عدد من الاتومز موجودة في السيرفيس بتاع الماتر او السابستنس ما بين الانرجي بتاعة اللايت. ما اللايت ده عبارة عن فوتونز، الفوتونز ليها انرجي، فلما الفوتون دي بتسقط على اي سابستنس فبتأثر على الالكترونز اللي في الاتوم اللي في السيرفيس، وبالتالي حسب الانرجي اللي نازله بتطلع الالكترون لمستويات اعلى. الالكترون بتبقى اكزايتد زي ما شفنا خلاص قبل كده في سنوات سابقه، فبيرجع تاني الالكترون بعد ما بيبقى مصار بيرجع لمكانه فبيطلع لايت فبتشوف اللون، تمام؟ فاذا نتيجه الرياكشن ما بين اللايت والالكترونز اللي في الاتوم كل ما بيطلع لون معين. طب لو الاتوم دي كترت والرياكشن زاد اللون هيتغير. اذا البروبرتي لاي سابستنس بتختلف اكوردنج تو هو كم اتوم عمل رياكشن معايا مع اللايت او مع اي حاجه. يبقى هنا فكره النانو ان هي اكتر السيرفيس اريا. طيب الكبر نفس الفكره، احنا عارفين الكبر عنه ايه؟ انه جود كوندكتور اوف الكتريستي وجود كوندكتور اوف هيت، والكوندكتيفيتي بتاعت الالكتريستي للكبر عاليه جدا، بس لو حولنا النانو هتوصل لاعلى من كده، وكوندكتنج الهيت برضو مش قليله، بس لو وصلنا النانو يبقى اعلى من كده. اذا اي سبستنس ليها بروبرتي وهي في الماكرو سكيل في الحاله العاديه، لو اتحولت لنانو سكيل بتوصل لاكسترا اوردينري بروبرتيز، خلاص؟ وطبعا لو وصلنا ليه بيتكلم عن النانو كيمستري، ده فرع او برانش من الكيمستري ديلز ويز سابستنس ات نانو سكيل، وهي نانو سابستنس. طب ايه اهميه النانو كيمستري او النانو تكنولوجي؟ واضح قدامنا قوي هنا لما بنقول ديسكرايب ستادي ميكينج سابستنس اون نانو سكيل يونيك بروبرتيز، بيعمل صفات فريده، ويبدا يكلمنا عن انواع بقى من النانو سابستنس. عندي النانو سابستنس ممكن تبقى يوني دايمنشن او 1 دايمنشن 2 دايمنشن 3 دايمنشن. لو قلنا 1 دايمنشن انا عندي اكزامبلز زي السين فيلم اللي قدام حضراتكم ده. السين فيلم ده عباره عن ايه؟ عباره عن 1 دايمنشن 1 دايمنشن 1 دايمنشن 1 دايمنشن من اي حاجه، من جلاس، من اي سابستنس. ممكن اعمل سكرين لموبايل، سكرين لتلفزيون، سكرين بس من النانو، يبقى السين فيلم. فالسين فيلم هنا بيستخدم في البيندنج او الباكجينج، اعمل دهان لحاجه انا عايز احافظ عليها بشكل قوي جدا، خلاص، بروتكت ات فروم كوروجن او راستنج، او اعمل باكجينج تغليف عن طريق يعني بوتلز من النانو، طبعا بتمنع البوليوشن تماما. ممكن في النانو وايرز، دي بتستخدم النانو وايرز هنا اهوت في الالكترونيك ديفايسز زي الموبايلات، في حاله بيبقى في الكتريك سيركت مش باينه عشان السيركت بتاعها نانو. طيب في بقى الكربون نانو تيوب. الكربون نانو تيوب هنا احنا عارفين ايه عن الكربون. الكربون باد كوندكتور اوف هيت لكن جود كوندكتور اوف الكتريستي، بس مش زي الكبر. طب وات ويل هابن بقى لو احنا عملنا الكربون ده نانو؟ انا سامع طالب بيقول طب هو نانو ازاي الكربون ده؟ عارف انت قلم السن بتاع قلم البنسل ده كربون، قول مثلا السكنس بتاعه ملي، لو انت جبت كده السن البنسل ده
وقسمته بالطول بالطول مليون بارت، مليون بارت اعتبرنا انه ملي وقسمته مليون بارت، اعتقد لو بعدناهم عن بعض مش هنشوفهم، لكن لو لزقناهم تاني هنشوفه بس نانو. طب ما احنا لزقناه، لا بس الاريا موجوده بس لازقه ببعض بس موجوده، فالرياكشن اللي هيتم عن طريق اللايت وهينعكس على عيني عشان اشوفه انا شفته عشان الفوليوم واضح على بعضه، لكن من جوه الرياكشن بقى بيختلف. لما تيجي تكسره مش هيتكسر، يعني يبقى اقوى من الستيل. فهنا بقى ابنائي الاعزاء الكربون لما يتحول لنانو ويتجمع تاني، حتى لو معاك حاجه زي الشعرايه من الكربون بتبقى اقوى من الستيل، اقدر اجر قطر بيه قوي جدا، لكن خفيف لايت لان هو نفس الوزن بتاعه ما اتغيرش خلاص. يبقى دي بروبرتي جت جديده عليه اسمها ايه؟ اكسترا اوردينري بروبرتي. طب حاجه تانية، هو اصلا كان جود كوندكتيف الكتريستي بس نوت لايك ايه الكبر، لما بيتوصل ويبقى نانو بياخد كوندكتيفيتي وبياخد بروبرتي للكوندكتيفيتي اوف الكتريستي مور ذان كبر، بيبقى اقوى من الكبر. طب حاجه الثالثه، هو باد كوندكتور اوف هيت، لما بيبقى نانو الكربون بيتحول لنانو ساعتها بيبقى جود كوندكتور اوف هيت مور ذان الدايموند. الدايموند برضو شكل من اشكال الكربون اللي هو الالماس، لكن ده جود كوندكتور اوف هيت، ده بيبقى اعلى منه. اذا اي حاجه الكربون بيوصل اعلى منها وكل الخصائص بيعلى عليها بس لما بيتحول لنانو كربون. طيب النانو كربون هنا عندي حاجتين، لما بيكون تو دايمنشن، لما بيكون تو دايمنشن بيبقى عامل زي التيوب اللي قدام حضراتكم دي. التو تيوب نوعين، يا اما سنجل وولد يعني جدار واحد، او مالتي وولد يعني عده جدران. طيب لو كان سنجل وولد جدار واحد او عده جدران بيبقى بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وانا كاتب لكم اهوت كوندكت الكتريستي مور ذان كبر، كوندكت هيت مور ذان دايموند، سترونجر ذان ستيل، ولايتر ذان ات اخف منه. طيب بيستخدم في صنع روب حبل في سفن الفضاء، بيستخدم برضو في بيولوجيكال سنسورز لانه هو بيبقى حساس جدا للبروتينز. باجي بقى للنانو شيل، زي ما انتم شايفين الوضح الوضع اهوت بول من الجولد جواها سيليكون تتراكسايد او سيليكون دايوكسايد او سيليكون تريوكسايد. عن طريق الليزر بيحصل ايه بقى؟ معروف ان الكانسر سيل الجولد بيلتصق بيها، فالبيشنت المريض وعنده كانسر بيتحقن اللي عايزين نعالجه بالليزر عشان نحرق الكانسر سيل، مش شايفين نحرقها، فالدكتور مش شايف السيلز الكانسر عشان يحرقها، فبيحقن البيشنت المريض بانجكشن بجولد نانو في ليكويد، فالجولد بينتشر في البادي، وبالتالي الجولد فيه ميزه انه اتاشد وبيلتصق بالكانسر سيل. اول ما بيلتصق بيه بيلمع لان هو جلو شايني برايت، فالدكتور بيشوفه فبيوجه الليزر اليه، فالليزر له ثيرمال افكت، فالليزر لما بيجي على الجولد، الجولد كوندكتور اوف هيت، كوندكت اوف هيت، فلما كوندكت اوف هيت بيحرق الكانسر سيل اللي تحته. هي هو بس كل مثل النانو جولد في النانو شيل انه بيوصل كوندكت هيت للكانسر سيل فبيرن ات بيحرقها، مجرد انه بيحرقها بس، يعني هو ما عالجش، هو اكتشف الكانسر سيل وساعد على العلاج وحرقها. طب تعالوا بقى نشوف الباكي بول. الباكي بول دي فيها كذا سؤال بيك في الامتحان. الباكي بول دي كونسيست اوف 60 كربون اتومز، ده نمره واحد. اثنين، الكربون اتومز ال 60 دول متوضبين على هيئه شكلين، بنتاجونال وهيكساجونال، شكل خماسي وشكل سداسي، بنتاجونال وهيكساجونال. طيب كده اثنين. ثلاثة، كل كربون اتوم من ال 60 سراوندد باي 3 كربون اتومز، لينكد وذ 3 كربون اتومز، يبقى ده سؤال رقم ثلاثة. رقم أربعة، الباكي بول ديت هولو. رقم خمسة، الباكي بول فيلد ويز ميديسينز، تتملي بالأدوية. ستة، هو ليه بتتملي بالأدوية؟ عشان بتعمل بتمنع السايد افكت وبتعمل نوع من منع السايد افكت بتاع الميديسينز على الجسم او الاورجانز التانية بتاعت البيشنت، هي رايحة بس موجهة على المكان اللي محتاجاه الميديسينز. طيب نجي للأجريكالتشر بقى. طبعا يعني مش غايب عليكم ان النانو تكنولوجي مهمه جدا في صناعه
فيرتلايزرز او بيستسايدس او انسكتسايدس مهمه تو امبروف الكروبس بتاعتنا. انا كل ما اتكلم على الاجريكلتشر لازم يكون هدف الامبروفنج للكروبس بتاعتي. هنا بيتكلم على ايرلي دايجنوز التشخيص المبكر، الفوتوغرافينج اللي هو التصوير للاورجانز والتيشوز، الترانسبورت ميديسينز نقل الادويه في الجسم، ميكينج تايني ديفايسز زي نانو روبوت اللي ممكن ريموف الكلاتس من الفينز او الارتريز، يعني بنزع التجلطات من الاورده والشرايين عن طريق نانو روبوتس انجكت البيشنت بي، ميكينج تايني روبوت زي ما قلنا من شويه، وده حتى في مجال الانرجي ان فيلد اوف انرجي. احنا عارفين ان السيليكون كويس جدا في السولار سيلز من السيليكون، بس بيحصل ليكج او بيحصل ديستشارج او بيحصل تسريب من الطاقه اللي بتنتج عن السولار سيلز اثناء عدم الاستخدام. لكن لما يكون السيليكون هنا نانو ما فيش بريفنت الاسكيب او الديستشارج او الليكج بتاع الانرجي، وهي بتكون نانو سكيل. طيب كل دي عباره عن كلمات او سب تايتلز بتوضح لي اهميه النانو كيمستري. اخر حاجه النانو بوليوشن، طبعا ده ريزلتت من السابستانس والويستس اللي بتنتج من النانو تكنولوجي. طيب ابنائي الاعزاء، بكده انا وصلت لنهايه الدرس ده، وان شاء الله معادنا في الدرس التاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.